بني هذا المسجد في سنة 1817 للميلاد، بناه السلطان محمود باشا الباباني أحد سلاطين الدولة البابانية في مدينة السليمانية، بناه لقطب الطريق النقشبندية الشيخ مولانا خالد النقشبندي رحمه الله، فبدأ بالإرشاد في هذا المسجد. يعتبر هذا المسجد ذات أهمية كبيرة حالياً وسابقاً. مولانا خالد النقشبندي بقي في هذا المسجد 6 سنوات، ثم انتقل إلى بغداد ومن هناك إلى دمشق حيث توفي هناك رحمه الله. بقي هنا خليفته الشيخ سراج الدين عثمان الأول، وهذا الأخير انتقل إلى مدينة طويلة وبيارة على الحدود الإيرانية، ومن هناك بنوا المساجد حيث تتلمذ المئات من العلماء الأفاضل في ذاك الوقت وإلى يومنا هذا. ومن مريدي هذه الطريقة العلية مفتي العراق السابق العلامة ملا عبد الكريم المدرس، حيث تتلمذ في هذا المسجد وتتلمذ أيضا في مسجد بيارة ومدرسة بيارة. ومن هنا من مدينة السليمانية انتقل إلى بغداد حيث سكن هناك إلى أن توفاه الله رحمه الله. من عام 1988 وأنا أتردد على هذا المسجد، والذي كنت قد زرته قبل هذا التاريخ حينما كنت أزور مدينة السليمانية وأصلي الجمعة في هذا المسجد. أتذكر العديد من العلماء الذين كانوا يدرسون في هذا الجامع، ومنهم الشيخ عمر القرداغي وعبد الله جروستاني وأساتذة آخرون. حينما نتحدث عن تاريخ هؤلاء العلماء الكبار، فإنهم قد بدأوا رحلة شاقة في طلب العلم والفقه قبل أن يصبحوا علماء وفقهاء مرموقين.
بناء المسجد في وقته كان بشكل بسيط جدا، حيث كانوا يستعملون الحجر والطين والقصب المعروف آنذاك، حيث يغلفون به سقيفة المسجد. فكان مسجد متواضع، يعني على البناء التقليدي آنذاك، حجر وطين، وكانوا يستعملون الطابوق الأحمر، فبناء عادي جدا. بس مع مرور الزمن بدأ الإعمار يتطور هنا. فأول تعمير كانت في الثلاثينات القرن الماضي، قاموا بتوسعة المسجد وبناء المسجد على طراز جديد. وفي سنة 70 بنوا المئذنة والقبة، حيث أتى من جنوب العراق البنائين الذين لهم خبرة في بناء المآذن والقبب. وفي سنة 2003 وحيث قام بتعمير المسجد وتوسعته، حيث أضاف 600 متر مربع إلى المسجد، وبنوا قاعة لمجالس العزاء. أما نحن فبسبب مرض الكورونا، وحيث أن موقع المسجد في السوق في الازدحام، فالناس بدأوا ينتقلون بمجالسهم إلى المساجد الأخرى، فنحن حولنا قاعة العزاء إلى مطبخ خيري، حيث يطبخ لخمسمائة ستمائة نفر يوميا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. لا إله إلا الله.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. هناك علماء كبار تخرجوا من مدرسة خانقاه مثل الملا باقر بالك الذي كان باستطاعته حفظ العديد من كتب الشريعة الإسلامية عن ظهر قلب. وتتكون هذه المدرسة من عدة أقسام مثل قسم تلاوة القرآن وقسم الشريعة وغيرها. هذا المسجد كبير جدا ويفتح يوميا من الساعة 5 صباحا ويبقى مستمرا ما بعد صلاة العشاء. ويحتوي هذا المسجد على مطعم لإعداد الطعام لمدة 3 أيام في الأسبوع، حيث يستفيد منه طلاب العلوم في قسم الشريعة الدارسون فيه. بموافقة من وزارة الأوقاف في إقليم كردستان أخذنا إجازة لفتح مدرسة قراءات، فيدرس القراءات هنا في هذا المسجد. توجد مكتبة في داخل المسجد حيث نحن الآن نجلس داخل المكتبة. هذه المكتبة الكتب فيها كتب عادية مطبوعة حديثة، نقلوا الكتب التراثية والكتب التاريخية والمخطوطات إلى دار المخطوطات في بغداد، ولم يبقى أي أثر لمولانا خالد في هذا المسجد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه،
واتقوا لمن الله اتقى. لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولنتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. باشر. واذكروا الله في أيام معدودات. وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ماشي. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبي والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين.